بالنسبة لزراعة الكمون، هو بدايته أول شيء من رش، بجهز الأرض فلاح السكين، بعدين بنطبقها، بعدين بنرش تريفلان مع تطبين أرض شيء تخلص. بالنسبة للتريفلان بالدراب بنعيفه 10 أيام 15 يوم بخلاه جاهز. بعدين أفضل شيء لزراعة الكمون هو عبارة عن 20 كانون ثاني ل10 شباط، فالتوقيت هذا يعني بالنسبة لنا منطقة الجمال هي أفضل شيء. الكمون يعني معدل بنحط له 3 كيليات مغربة يكونوا نظامي يعني خاص بالإبدار، بنعطيه 20 كيلو مركب مع الإبدار، بنعطيه 10 أو 15 كيلو يوريا أول ما بيطلع. مدة الكمون هي يعني عبارة عن 4 شهور كامل، شهر تحت الارض و 3 شهور فوق الارض. بنتعرض اوقات الكمون بالنسبه لزراعته، يعني الكمون حساس، في اوقات بيجي مرض فطري، اوقات بيجي لفحه، اوقات بيجي سقعه بنيسان، نحن بنقولها العوه ب 27 نيسان، مع كيل 19 نيسان ل 27 نيسان بالنسبه للسقعه. اذا نجي منها نجي منها، يعني هذا من الابدال بيقول لك، يعني هذا الكمون نصر عليه بالنسبه لهذه كل الامور اللي بتعيق الكمون. الحصاد تقريبا ب 15/5 يعني حسب الجو، حسب يعني اذا كانوا ممنع الكمون بنحصده بنعيفه لباس، بعدين بنعطيها للحصادين، بنطعميها للعمال يعني بيزقوا الحصادين، بندرسه بنغربله وبنبيعه. اسعاره يعني الناس هلا رجعت لزراعه الكمون كونه هو السلعه الاغلى بالسوق هي حاليا، الاربح هي بالسوق كمان. الناس قلبت يعني تركت شوي الحنطه لاني كميه الحنطه يعني اسعارها خفيفه، فندور على الربح الاكثر هو الكمون بالنسبه للمناطق الشماليه.